السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تيزي وزو ونشوفوا يعني الحاله نتاع الملعب بصفه عامه، الارضيه والاشغال اللي كان فيه اشغال جديده، المهم صور جديده تعود الى البارحه. ونخليكم بدون ما نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الملعب الرائع، هذا الملعب العالمي لابد ان نقوله امام الاعداء خاصه. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.